السلام عليكم البنات، قدرتوا؟ لاباس عليكم؟ كدير الامور؟ مزيان، نتمنى نلقاكم دائما بخير ان شاء الله. اليوم انا جبت لكم التتمه ديال ديك البياسه اللي كنت نخدم فيها، راه وريتكم كيفاش بديتها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. انتم البنات، هذا راه التقليل الحر، مش مخدومه مش مزوقه. وسمحوا لي البنات على الاضاءه، شي مرات يمشي لي الضو ما عرفتش علاش. المهم هادو هما الكميمات، هانتوما شوفوا الطريز ديال الكميمات. باقي ما ديتهاش للمصبانه، غير قبل ما ديتها للمصبانه قلت نصورها لاننا غندي المولاتها في الطريق. هانتوما شفتوا الدوره ديال العنق، هانتوما شوفوا دور 3 سنينات في الجناب. هاد السنينات دابا تيتصلحو، عاد غيبانو مزيان. كنتمنى اللي شاف هاد الفيديو يتابونا عندنا، اللي باقي ما تابوناش ولي لايك البنات باش يعم هاد الفيديو بزاف ويشوفوا الناس مزيان وينتشر مزيان. زعما بغيت نقول لكم واش غنقول لكم البنات، تبارك الله عليكم ونتمنى التوفيق لكل واحد ان شاء الله. وانتم انا نعود شويه باش يعطيكم مال. وبالتوفيق للجميع البنات، الله يهنيكم ويهنينا يا رب.